لنستكمل الأمسية الكروية المثيرة من ملعب بيتروسبورغ. لقاء الأبطال، لقاء الأهلي المصري والمغرب التطواني، وحوار امتد إلى ركلات الترجيح لحسم بطاقة التأهل إلى دوري المجموعات بعد ما فاز المغرب التطواني ذهابا في مدينة تطوان بهدف لمحسن ياجور، وعاد النادي الأهلي بحق الرد اليوم في ملعب بيترو اسبورت بهدف لعبد الله السعيد. هنلجأ إلى خمس ركلات ترجيح متبادلة ما بين الفريقين ستكون هي الإجابة وهي الطريق الأمثل للوصول إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا. حوار على بعد 11 متر وهو بعد نقطة الجزاء من المرمى، المرمى اللي اتساعه من القائم للقائم 7 متر 32 سنتي وارتفاعه 2 متر 44 سنتي. حوار على بعد 11 متر وجها لوجه، والنادي الاهلي هو اللي هيسدد الركلة الاولى، واكيد اليوسفي محمد وشريف اكرامي وتعليمات اخيرة من الحكم إيريك أوتوجو بعدم التحرك قبل التنفيذ من على خط المرمى. مؤمن زكريا هينفذ وهيسدد الركلة الأولى، ركلة مهمة جدا جدا، ركلة بأكثر من معنى، إن شاء الله تدي الأمان والإطمئنان وتعيد النادي الاهلي للتقدم. حوار كبير جدا جدا خارج الخطوط، عايزة اعصاب، عايزة تنفيذ امثل، عايزة هدوء من اللاعب اللي يسدد وعدم التردد في اتخاذ القرار. ان شاء الله النصر للنادي الاهلي، نقول امين. داخل مؤمن زكريا وبيحط الهدف الاول، بيحط الهدف الاول زي ما الكتاب بيقول. مؤمن زكريا بتاع اجوال، بص شوف بيحط الكرة زي ما الكتاب بيقول في اقصى الزاوية اليمنى لليوسفي محمد اللي راح واتحرك، ولكن الكرة اسرع، الكرة اسرع من اي حارس مرمى ولا سيما بعد التنفيذ الامثل من مؤمن زكريا. واحد لا شيء لمصلحة النادي الاهلي، والركلة الاولى للمغرب التطواني عن طريق النجم محسن ياجور. شريف اكرامي ومحسن ياجور وبيحطها حلوة جدا جدا، لعيب مميز ولعيب قوي جدا جدا بلغة الهداف، لاعب الرجاء ولاعب الوداد، واخيرا المغرب التطواني. كرة لا تصد ولا ترد من النجم محسن ياجور، واحد من افضل لاعبي المغرب على الاطلاق. تعادل جديد والركلة الثانية للنادي الاهلي. اعتقد عبد الله السعيد في حوار على بعد 11 متر مع اليوسفي محمد. يلا يا عبد الله، ويا ولد يا ولد يا ولد، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، زي ما الكتاب وزي ما العقل بيقول استنى استنى واستنى، مفيش اجمل من كده، واتحرك اليوسف محمد في الجبهة اليمنى ويحطها بالعقل، والعقل زينة، وسدد شكر من عبد الله السعيد علشان يتقدم المارد الاحمر 2-1. الاسباني كريستيان هيدالجو هيسدد الركلة الثانية للمغرب التطواني. يلا يا شريف، عايزين واحدة مش اكتر من واحدة، وادي الكرة فين؟ فين جول؟
جول جول جول، حطها كريستيانو هيدالجو رغم توقع شريف اكرامي الجيد جدا، ولكن حطها صعبه جدا جدا. ما تجيش ده. اقول لحضراتكم من القائم للقائم 7 متر 32 سنتي، يعني ولا 2 حراس. طالما الكرة قوية وبجوار القائم او العرضة تبقى هدف لا محالة. 2-2 والركلة الثالثة للنادي الاهلي داخل عليها تريزيجيه احد الاوراق البديلة. محمود تريزيجيه رجع كتير، تريزيجيه، وادي تريزيجيه وبيحطها في السماء. ومش عايز اقول، قلبي كان حاسس حط فيها قوة كبيرة جدا جدا، اعلى من ال 2 متر 44 سنتي، حطها في مدرجات ملعب بيتروسبورت. ولكن هارد لك، قلت لحضراتكم ركلات الترجيح ملهاش كبير، عايزة هدوء اعصاب، عايزة قرار، عايزة ثقة في الامكانيات. اول ركلة جزاء مهدرة، والركلة التالتة لفريق المغرب التطواني داخل يسدد رفيق عبد الصمد احد التبديلات من سيرخيو لوبيرا داخل، وراجع زي ما رجع تريزيجيه، راجع اكتر من 7 متر، وادي بيسدد ممكن، ولكن جول. حط فيها قوة رفيق عبد الصمد علشان يتقدم. كان ممكن والله يا شريف، كانت عايزة الخطوة والتريب اقوى من كده، ولكن هارد لك. الركلة التالتة، 3 من 3 للمغرب التطواني، و2 من 3 للنادي الاهلي. معاناة اعصاب، الكل بيدعي، مباراة ليها اكثر من معنى. رمضان صبحي داخل رمضان، يا سلام اللعيب لعيب، حتى لو سنه صغير. بص شوف زيدان الصغير بيعمل ايه. هو ده المطلوب اثباته، وهو ده الفرق ما بين القرار اللي فات من تريزيجيه والقرار اللي فات من رمضان. ولكن معلش، هارد لك، ركلات الترجيح ملهاش كبير. شفنا نجوم كبيرة جدا جدا ضيعت، املنا كبير في شريف، وقبل شريف املنا كبير في ربنا. الركلة الرابعة مش واضح ليا مين هيسدد، اعتقد نصير داخل وبيحط الهدف الرابع بالفعل. هو نصير ميموني لاعب وسط الملعب. اربعة من اربعة المغرب التطواني مقابل 3 من 4 للنادي الاهلي. هنشوف. شايف حسام غالي، مهم جدا يا حسام ان انت تبقي حظوظ النادي الاهلي بتنفيذ امثل لركلة الجزاء رقم 5. داخل حسام وبيصدها اليوسفي، وبيتأهل المغرب التطواني الى دوري المجموعات. وهارد لك للنادي الاهلي اللي هيتحول المسار الى الكونفدرالية الافريقية بعد ما قدر فريق المغرب التطواني ان هو يفوز في ركلات الترجيح على النادي الاهلي بنتيجة 4-2 في النهاية. مشاهدينا، بنشكركم على حسن المتابعة وحسن الاستماع. تحياتي ايمن الكاشف، الى اللقاء. قاع زاد، كل مقطورة النادي الاهلي ظهرت.
مرتدى فال من جديد، كرة يخلصها عبد الله بلمسة حلوة، وفين التسديدة اللي بندور وننتظرها؟ باسم بيلم الكرة، وادي التسديدة، وادي جول 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 في الدقيقة 42. عبد الله السعيد، عبد الله السعيد بلمسة، لمسة مباختة في الدقيقة 42، بيدي الفرحة والابتسامة والتحية الأولى في مدرجات تمدح بتروسبورت. بص شوف المارد الأحمر بيعمل إيه، وبص شوف عبد الله السعيد بيعمل إيه، بيضع الهدف الأول للنادي الأهلي. آدي الحكاية وآدي الرواية، باسم بيخش وبيحط تسديدة عرضية برازيلية على طول بلمسة ذكية عبد الله السعيد، والمكنة أخيرا بتطلع قماش. عبد الله السعيد بيضع الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى المغرب التطواني، ويعادل نتيجة